السلام عليكم. مثل ما وعدتكم قلت لكم راح اسوي لكم فيديو عن الاكشن اديزا. انا اليوم راح اروح له. اليوم اللي عندهم هو البريفيو انه شوف السيارات قبل يوم الاكشن. تقدر تاخذ بيها السياره انه تطلع بيها تفحصها. انا ما اخذ العده مالتي وياي الجهاز الاسكان الفحص ذا بي كود او فتشي. نشوف ايش بيها نواقص ايش بيها شغلات اي شيء تحتاج اكثر على مود نشيك هنا عندنا اوراق نكتب بيهن كل المعلومات. فاليوم راح نروح ان شاء الله على مود نشوف هذا الاكشن ونشوف شلون عملية الفحص السيارة وحتى عندهم مضمار انه تروح بيها تشوف السرعة مالت. تعالوا نشوفها. الفيديو على مود انه نكمل وياكم اليوم شلون راح ندخل الاديزا موقع مع المزاد ان شاء الله باكر وراح تشوفون شلون نبدي بالفحص السيارات وناخذ التيست درايف بيها. ابقوا يعني. هاي مثل ما تشوفون هاي السيارات هنا هاي استوها داخله للفحص بعد ما معروضه للبيع. فهنا يجيبوها اول شيء بعدين يدون يفحصون بيها ويغسلوها ويشوفون شنو العطلات اللي بيها. اكثريتها هاي السيارات اللي تيجي هنا مثل ما تشوفون من ديلر شيب، يعني هم معتمدين عندهم اصحاب المعارض الكبيره مثلا تويوتا، مثلا تويوتا مرسيدس اي هواي شركات. فمرات يجيبون هنا سيارات يبيعونها بين ديلر ديال. لهذا السبب انه هاي وهذا المكان فقط للديلر شيب لايسنس، يعني اللي عنده هويه ديلر شيب. وراح نشوف هسه شويه شلون نفحص السيارات. هاي مثل ما تشوفون هاي السياره اللي قلت لكم عليها 65 الف بالمية. هاي الشفطات مالتها نيسان بيرزا 2019. هذا الباب مالتها شوفون. هاي الضربه الثانيه مالتها هذا الباب ينفتح شوفوها كاملة ما بيها اي شيء. اوكي تقريبا كاملة احنا اخذنا عليها. هسه مثل ما تشوفون هاي الكامري اول ما نجي نفتح الهود من الاوتيل نفحصها. نفحص الكامري نشوفها تشيك اخاف بها شيء. واهم شيء اهم نقطة بيها طبعا اذا بيها ارقام. طبعا لقيت انه ارقامها موجودة هنا لي. هاي راح توفر لنا هواي امور. فراح افتح الصندوق مالتها مثل ما تشوفون. هاي الكامري انا حاليا خليها تشتغل عم اشوفها اذا تحمي او بيها حمار او هاي الجنطه مالتها. شوف مثل ما تشوفون هاي التايرات مالتها. التاير طبعا ماده جديد مثل ما عدنا نسميه نازل سبير. سياره هسه نشوف نشيكها ونفحصها لان لازم اخذ بيها درايف. اكو هناك مضمار مثل ما تشوفون هناك اكو ناس تروح ورا هاي السيارات تروح تفحص السياره تشوفها تاخذها اللي ورا انه تشوف ايش بيها. هاي السياره خاب بيها بيها دهن ناقصه او فد شيء. هسه خلينا ناخذ بيها هسه مثل ما تشوفون هاي المحرك. محرك صافي تقريبا ما في شيء. خلينا ننزل خلينا نطلع بيها درايف. هسه هذا حاليا انا راح اطلع بيها درايف تقريبا مو بعيد عني. هذول جايين هم يشوفون سيارات ستراك. هسه ذاك واحد قدامي طلع. هسه انا اروح هنا يجيبون السيارة يشوفوها خاف بها شيء خاف هاي. زين هاي السيارات ان شاء الله بعدين تنعرض. هسه لازم نرجعها لنفس المكان مالتها. بس احاول قبل ما ارجعها خلي مسافه شويه عم اشوفها اذا بيها فد شيء او هاي. زين هي مضمار كانت مضمار هذا اعتقد. برنامج هسه نشوفها تشالنجر 2016
هاكو ولد اساس راد ياخذها، فقال لي انه بلكي تفحصها وتشوفها. مثل ما تشوفون هاي تشالنجر، دوج تشالنجر فيرست ايد اس 2016 48. هاي الداخل مالتها، هسه نحاول نشوف ناخذ بها تيست درايف. قبل ما تيست درايف خل افتح البانيل مالتها نشوف. هذا الداخل مالتها نون، هذه استقد الشوتة مالتها، هذا التبديل. خل ندخل نشغلها هسه. اشتغلت هسه، هنطفي التبريد مالتها هسه اوف. هذا الشكل مالتها داخلي، نشوف بيها جي بي اس، يبيها جي بي اس نافيجيشن فيو ذا ماب. هذا الماب مالتها، هاي بيها كاميرا خلفية، هاي الداخل مالتها، فتشي راقي وجميل حلو. اوكي خلنا ناخذ بيها تيست درايف. هاي السيارة خلنا بيها تيست درايف. هذا سبيد سبورت مالتها، حاليا سبورت. نشوف باكر شلون توصل هاي، والولد اذا يحب